هم السجناء كلهم بهم شرف يعني، فناس تعدي ناس، شيء طبيعي طبعًا هذا طبعًا. يعني اللي ما يتعالج شخص واحد طبعا يعدي الكل، الكل واحد يعدي الثاني. وتعرفين هسه شتاء زين، مو تقولي مثلا يطلعوهم بالشمس حتى يشمسون او شيء، وخص المرض هذا يعني يراد له شمس، يعني اقل شيء لازم الموقوفه الساعتين ثلاثه يبقى بالشمس. نعم. على مود هاي هي مثل شلون نقول جرثومه بالضبط. اي فلازم هذا الشيء ما اتصور يعني. زين، منو قال لك انه هو مصاب بالجرب؟ يعني شلون كشفتوا عليه؟ اني قبل من كان بالمطار، هو ايه؟ كان بالمطار بعدين حولوه هنا. نعم. فقال لي من كان بالمطار. اي زين، فاخذت له العلاج، هم ما وصل العلاج يعني، وديت له علاج، رحت الدكتور اخصائي فقال لي هذا العلاج هو اللي جرب. إيه؟ هم اخذت له، هم وصل من التسفيرات من المطار جابوا له التسفيرات. زين، هم ماتين وديته بيد محامي، تدري لانه هناك ماكو واحد يشوف الثاني. نعم. سيم ومن ورا السيم يعني. نعم. مجرد يعني بينك وبينه متر. نعم. ما تشوفين ولا تقدري تحشين وياه. نعم. فأخذ اتصلت بالمحامي قلت له هذا العلاج مالت عمر ودي لها، لأنه كان انفلونزا قوية وإضافة للمعاناة اللي قاعد يعانيها هو. أي خابرت المحامي قلت له وصلتك؟ قال وصلت. اتصل هو يمكن قبل أسبوع ذاك الأحد المضي. نعم. قلت له وصلك العلاج؟ قال لي العلاج ما وصلني، وأنا وضعي ديسي ودير والج على الحجية ودير والج على أولادي وزوجاتي. زين. شو هذا عمره؟ تسعينات هو. موالي التسعينات. فاني اجيت القنوات اريد اناشد يعني وزير العدل، اريد اقابله مقابله شخصيه، اريد اخذ له علاج او يجيبوا له يعني الكل السجناء، مو بس انا، ما اقول بس اخويا، هم كل السجناء مرضى.